This is the nightlife. في الجمعة باش نلعبوا دو تيتر ان شاء الله نكونوا في المستوى الاكثرين نكونوا في المستوى باذن الله خاطر هذا الجمهور مستوى بركه راهو جمعة كاملة واول عام وكل هزين حمل كبير ياسر تاع الجمهور اللي عملناه وخيبنا له امان ونصلى شنو نفرحوا بالدوبلي تبارك لقاء اليوم والله لقاء حماس ياكم شفتوه الاخر دقائق قعد يتلعب فريق نجم الساحلي تبارك الله فريق كبير وعنده لاعبين باهين واحنا كيف كيف والحمد لله مالجري ستريس ومالجري اللي شفته معناتها اش صار في اول الجمعه اللي فاتت اللي هي انعكست حتى على اعصاب الناس كل معناتها والحمد لله يا ربي الوليدات شفتوهم رجال وان شاء الله يكملوا السبت الجاي وان شاء الله ربي نتوجوا ان شاء الله نتوجوا بالبطوله ونتوجوا بالكاس ونفرحوا الجماهير العريضه نتاع النادي الافريقي اللي تستاهل باش تهز وتفرح بالشامبيونات وبالكوبات وان شاء الله اللي جاي لاعب مش فتيز هذا حتى من نجم النادي الساحلي كيفاش عشت اليوم لقاء اليوم اللقاء كان منتظر كان صعيب تلعب ضد فريق اللي لعب 8 ادوار نهائيه متتاليه يظهر لي فاز في 5 بطولات في 8 سنين الاخرين عنده عامل الخبره ويعرف كيفاش يتعامل مع المباريات هذيا احنا في المقابل فريقنا متكون من عده لاعبين متميزين لكن مازلنا ما عشناش الكومون فيفر فينال انصامبل وكل ما عشناش اول مره قاعد نكتشف في اللاعبين اللي تبارك الله عليهم قاعدين يتفاعلوا بكيفيه ايجابيه واليوم شفت الضغط كان مسلط اكثر علينا احنا كعلى الادفيرسير نظرا لكون الادفيرسير حتى في صوره هزيمه كانت عنده فرصه تدارك بينما احنا اليوم اما تخرج ولا نعطيو لرواحنا فرصه في لقاء اخر الحمد لله رغم الفترات الفراغ اللي تعدينا بها اللي نات جاريتها اكثر على المستوى الذهني وقت اللي هما تجيهم نجاعة ولا احنا نضيعوا كرة في ساعة ما تحس فما نوع ما من الارتكاب ارتباك هذه كل تجربة باهية قاعدين نعيشوا فيها تو نلعبوا دور نهائي حظوظ متساوية حتى وكان هما يلعبوا في قاعتهم الضغط ما عادش مسلط على حتى فريق مقابلة باش نحاولوا نحضروها بالكدا باش نحاولوا نبذلوا كيما على الموسم كامل كل مجهودنا باش نفوزوا باللقاء هذا وان شاء الله الجمهور اللي اليوم كان عنصر فعال في الانتصار نتاعنا ودزنا ان شاء الله يا ربي نخلطوا نفرحوه كيما اداره النادي اللي وفرت لنا كل ظروف النجاح ان شاء الله اللي كلوبيست كل بصفه عامه ان شاء الله نوصلوا نفرحوهم ونوصلوا نتوجوا ونوصلوا نهديوا لهم هذا اللقب ان شاء الله.